توقيعه خلال الأسبوع الماضي على كتاب الإنعاش الاقتصادي. هو كاين بعض المؤسسات العبوبية اللي الغرض اللي خلقت من أجله أصبح اليوم متجاوز، وهادو غيتم الحذف دياله يعني نهائيا. وهناك بعض المؤسسات العمومية اللي يعني المهام ديالها قريبة لمؤسسات أخرى، وبالتالي إما غادي يتم خلق أقطاب اللي كتجمع هذه المؤسسات لعقلنات التدبير العمومي، وإما غادي يتم الدمج ديالهم مباشرة لأن فيها نجعة أكثر لتدبير الشأن العام. في هذا الإطار تم يعني هذه الصباحة إخبار لجنة البرلمان أو لجنة المالية في البرلمان بإحداث صندوق خاص للاستثمار الاستراتيجي، واللي غادي يتم التحويل ديالو مباشرة بعد النشر ديالو في الجريدة الرسمية. غادي يتم يعني تحويل 15 مليار درهم في هذا الصندوق. فيما يتعلق بالسؤال ديالكم، فيما يتعلق يعني كاين الشق ديال إصلاح المرفق العمومي بصفة عامة، وهذا إصلاح جد مهم وغادي يكون إصلاح عميق لأنه غادي يهم جميع المؤسسات والمقاولات العمومية في يعني واحد جوج أو ثلاثة ديال النقاط أساسية. أولا العقلنة ديال التدبير ديال المرفق العمومي والنجاعة ديال العمل ديالو، وأيضا فيما يتعلق بتحويل النفقات لهذا المرفق العمومي وخاصة المؤسسات العمومية اللي كتكون تابعة أو محتاجة لميزانية الدولة. وأخيرا فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، فهذا ورش كبير غادي يمتد كما كتعرفوا على 5 سنوات، ولكن ابتداء من 2021 من يناير 2021 كما جاء في خطاب صاحب الجلالة غادي يبدأ تعميم تدريجي أولا لتغطية صحية، وغادي تمتد على 2 سنين إن شاء الله. هذا اللقاء ديال اليوم أولا وطبقا للدستور القانون التنظيمي للقانون المالية خاصة المادة 26 اللي كتعطي للحكومة ملي كتنشأ شي حساب خصوصي كتجي باش تخبر به للبرلمان، خاصة اللجنتين ديال المالية بكل مجلس نوب ومجلس مستشار. وعليه فبعد مصادقة الحكومة يوم الخميس على هذا الصندوق المحدث لأمور خصوصية المتعلق بالاستثمار الاستراتيجي ديال 120 مليار ديال الدرهم، فكان ضروري أن تعقد هذه اللجنة لقاء مع السيد وزير المالية من أجل الإخبار. وحنا استمرنا هذا اللقاء للاطلاع كذلك على ما تنوي الحكومة القيام به خاصة فيما يتعلق بتنزيل الخطاب الملكي في الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وهذا الجانب المتعلق بالاستثمار. شنو المسار ديال المشروع المرسوم هذا؟ المسار ديالو هو انه خصو يخرج في اقرب الاجل اللي كينفذ. حنا في القانون المالي التعديلي كنا اتخذنا بعض الاجراءات المتعلقه بالاستثمار واحد 15 مليار ديال الدرهم، واليوم دزنا للصندوق خصوصي 120 مليار ديال الدرهم، واملنا ان يولي انه في القانون المالي العادي ديال 2021 يكونوا في مؤسسه ديال الاستثمار بنك او من هذا القبيل الخاص بالاستثمار، لانه غيكون أكثر فعالية من هذه الإجراءات اللي كتجي في مثل هذه الصناديق. بالنسبة لنا إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي خطوة أساسية مهمة جدا، والغلاف المالي اللي ترصد ليه اللي هو 45 مليار سنتيم. هذا الغلاف المالي مزيان، ولكن فين بغينا تركز هذه الاستثمارات؟ أولا في البنية التحتية المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية، ثانيا دعم المقاولات اللي غادي تحدث لينا مناصب شغل جديده. هذا الشيء بالنسبه لينا مهم. علاش؟ لانه بان لينا من خلال هذه التجربه اللي عشناها كاملين ديال الجائحه ديال كورونا على اننا عندنا نقص كبير في البنيه التحتيه المرتبطه اساسا بقطاع الصحه، وثانيا على انه المغاربه تعانيوا من الهشاشه في قطاع الشغل في القطاع الخاص اساسا. اليوم هذا القطاع الخاص خصو يدعم اكونديسيون بشرط استمراريه المناصب الشغل واستقرار مناصب الشغل. وهذه المؤسسات العموميه يكون عندنا شرط واحد، وهو ان كل المؤسسات اللي غتفكك واللي خصها تحيد المناصب ديال الشغل والناس اللي خدامين فيها هادو لقاو لهم الصيغه باش هذاك، لانه غالبا ملي تنجيو هذه الاصلاحات دائما تتقدم هذه المساله. هذه المساله خصنا نقولوا بانه ما غيضيع حتى واحد، ولكن في المقابل المؤسسات اللي خدامه يا اما تتقدم خدمات حقيقيه للمجتمع، الماء، الضوء، الطريق الى اخره، هذه تبقى
ونرفعوا من المستوى ديال الحكامه ديالها ونرفعوا المستوى ديال الشفافيه ديالها. اللي ما بقاش صالحه خصها توقف. راه نعطيك مثال، في المانيا كل سنتين تيقوموا باعاده التقييم ديال المؤسسات العموميه. اولا وكالعاده يعني اليوم نتوقف عند مساءله مجتمعيه لمنطق الاصلاح على زاويتين، زاوية اقتصادية وزاوية اجتماعية، لكن الأصل الإصلاح في نظرنا ومن زاوية توجهنا السياسي في حزب التقدم والشراكية هو الإنسان، والإنسان كإنسان ككيان. اليوم عندما نناقش أزمات الاقتصادية وعلاقتها بالتخلف والفقر والحرمان، نناقش بناء المنظومات على قوام أحسن، ومن بين المنظومات منظومة التربية والتعليم، وبالتالي نأتي لنناقش إصلاح اقتصادي أفقي وإصلاح اجتماعي أفقي، ولكن في العمق. العمق أنا سؤالي المحوري كان ينصب حول هذا الوضع، لأنه بالتعليم وبالتربية يمكن أن ننشئ كثير من المتغيرات. الاقتصادي تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار